الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها مغاليق العلم وتيسر لنا بها سبيل الفهم، وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليوم المحاضرة في الحقيقة لن تتضمن أشياء لا تعرفونها، كلنا يعرفها، لكن فيها إن شاء الله تعالى حافز. هذا الحافز إن شاء الله يحفزنا على التطبيق. أقول مبتدئا الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن التشريع الإسلامي ممثلا بالسنة النبوية المطهرة أكد على تماسك المجتمع وتعاضده، إذ هو، أي تماسك المجتمع وتعاضد هذا المجتمع، إذ هو العامل الأساس والحاسم في ارتقاء الأمة وسلوكها سبيل العزة والكرامة، لأنه اعتصام بحبل الله عز وجل، والاعتصام بحبل الله هو سبيل العزة والكرامة لا محالة. ولقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع المؤمن بالبنيان المرصوص الذي تتشابك مكوناته، بحيث يصبح عصياً على التفكك وعصياً على الانهيار ولو واجه أعتى العواصف. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طبعا أنا وضعت في عنوان المحاضرة البنيان المرصوص، هي ليست موجودة في صلب الحديث أو في الحديث، وإن كان مشهورا على الأنسنة المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، لكن في رواية الصحيحين المؤمن، وفي رواية إن المؤمن. إذن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكل فرد من أفراد المجتمع يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته. قال الإمام القرطبي، طبعا هنا أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، وهو المحدث، قال: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه، وإن لم يكن ذلك، إن لم يحصل هذا، انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه. وكذا المؤمن لا يشتغل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه، سنشد عضدك بأخي، ومعاضدته ومناصرته، فإن لم يكن ذلك، إن لم يحصل هذا الأمر، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه. طبعا هنا إذا كان الأمر ينطبق على الفرد أيضا ينطبق على المجموع، إذا كان ينطبق على الفرد ينطبق على الأمة، إذا لم يحصل هذا التناصح والتشاد والتعاضد فإننا في النتيجة سنصل إلى مرحلة العجز أفرادا وجماعات ودول. إذن فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه وعن مقاومة مضاده، فحينئذ لا يتم له نظام دنيا ولا دين، ويلحق بالهالكين، نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عنهم.
مقتضى هذا الكلام الذي قاله أو الذي وضحه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الإمام أبو عباس، مقتضى هذا الكلام يتحقق بتمسك أفراد المجتمع بما يحقق المودة والرحمة في حياتهم وجميع تعاملاتهم، وإلا يفعل ذلك فإن البناء الاجتماعي يعيش في حالة من المشقة والألم ربما أودت به إلى السقوط والانهيار. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. هذا وإن الذي يوصلنا إلى مجتمع الرحمة والمودة إنما هو التمسك بالأخلاق والقيم التي زرعها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمته، بل وكانت عنوان بعثته ودعوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالبناء الاجتماعي المتماسك المتراص إنما يأتي من هذه النقطة. وسنرى من خلال ما سيأتي من كلام أن هناك ثلاث دعائم أساسية، هذه الدعائم في الحقيقة هي من الأخلاق أو من محاسن الأخلاق التي جاء ديننا ليوجهنا إليها ويحضنا عليها، وهي الدعائم التي ينبني عليها المجتمع المتراص المتحاب المتماسك الذي لا يمكن أن ينال منه عدو. نقول: ولذلك نجد أن السنة النبوية حضت على محاسن الأخلاق التي تحتاجها البشرية. وهنا أريد أن أقول بالمناسبة، لا نجد دينا من الأديان إلا ويدعو إلى مثل هذه الأخلاق، لكن المزية أننا في ديننا الإسلامي أن هذه الأخلاق جعلت سبيلاً إلى دخول الجنة كما سيأتي معنا من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهي فيها جانب دنيوي وجانب أخروي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. وهي أخلاق ميسرة، ننظر إلى ما دعا إليه الدين وحث عليه الدين من أخلاق، نجد أنها أخلاق لا ترفضها الفطرة الإنسانية بل تتشوف إليها الفطرة الصحيحة. إذن هي أخلاق ميسرة واقعية، ليست عصية على التطبيق العملي، بل إننا نجدها ظاهرة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان أسوة للمؤمنين، فلا يستطيع إنسان عند ذلك أن يقول: ذاك النبي، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما طبق هذه الأخلاق في الواقع العملي ننظر فنجد أنها كانت سهلة ميسرة، لا يمكن للإنسان أن يقول مع ذلك بأنني أنا لا أستطيع أن أكون كذلك، لا، وإلا حصل في كلام الله عز وجل الخلف. الله سبحانه وتعالى جعل لنا النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإنسان الذي يأتي بأشياء لا يستطيع
إنسان أن يأتي بها أو يمكن أن يقصر عنها الآخرون بمعنى أنهم يعجزون عنها لا يمكن أن يكون قدوة. والنبي عليه الصلاة والله سبحانه وتعالى جعلنا النبي قدوة. إذا ما يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام وما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويحث أمته عليه معنى ذلك أنه بمستطاع أي إنسان مؤمن. نعم. قال وأسوة الرسول الأعظم شاملة لمجالات الحياة بكل أطوارها وتصاريفها، يعني بمعنى في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال العطاء وفي حال المنع، في حال الغنى وفي حال الفقر، على أي حال من الأحوال كنت عليه أيها الإنسان ستجد في شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي تصرفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن يكون أسوة لك. إذن في كل مجالات الحياة بدون استثناء. إذن أسوة الرسول الأعظم شاملة لمجالات الحياة بكل أطوارها وتصاريفها، كيف لا وقد كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي بين الناس على الأرض كما أخبرتنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أم المؤمنين لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للسائل ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وفي رواية قالت له كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وهذا الذي ذكرناه جعل هذه المكارم والأخلاق التي تحلى بها الرسول الأسوة صلى الله عليه وسلم ملبية للفطرة الإنسانية، تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها قبل أن تجتالهم شياطين الإنس والجن. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته أعطيته منحته، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي، يقول الله عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، وفي رواية للحديث فاختالتهم، وفي رواية ثالثة فاحتالتهم، يعني بمعنى فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. طبعا هذا الحديث فيه إشارة لأولئك المتنطعين. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه من جملة ما أتى به من التشريع بيان ما أحل الله عز وجل لنا. قال فتأتي الشياطين فتلبس على الناس أمر دينهم فيتشددون، يعني تشتالهم تحتال عليهم، في ناس بتحتال عليهم بالتشديد وفي ناس بتحتال عليهم بالتخفيف والتيسير أو بالتمييع. بالتمييع تجعل الحلال حراما والحرام حلال، تجعل الحرام حلالا، كل شيء جائز، وهذا نشاهده اليوم. يعني كأن الدين بقي ما يخطر في بالك، ما يوسوس لك شيطانه. شو بيوسوس الشيطان؟
بنلاقي مين بيجي وبيلبسه لبوس الدين ولبوس انه هذا الاسلام، انتم اخذتونا بعيد، مو هذا الاسلام اللي انتم، ليس الاسلام اللي ورثناه عن ابائنا واجدادنا وهؤلاء الائمه الكبار، لا. الاسلام هو جاء لمصلحتك ايها الانسان، فانظر اين مصلحته فيكون فتم الاسلام. طيب المصلحه مين بده يقدرها؟ بده يكون عقل سليم مبني على تفكير سليم، ما بده يكون في اهواء وشهوات. ولذلك جاء الدين فقيد، بمعنى انه وضع ضوابط حتى لا تكون الامور مائله، فهم جاءوا ورفعوا هذه الضوابط، اجتالتهم الشياطين فلبست عليهم امر دينهم في ايش؟ في التمييع للدين وفي التخفيف. وبالمقابل نجد اناس اخرين اجتالتهم الشياطين، لقيتهم انه ماسكين بالدين فاجتالتهم الشياطين بالتشديد. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: هلك المتنطعون، او الا هلك المتنطعون، فيشددون على انفسهم فيحرمون ما احل الله. وفي عندنا قصه يعني واضحه المعالم بهذا المعنى، وهي النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته عندما يختلي بنفسه في بيته. يقول راوي الحديث سيدنا أنس: فكأنهم تقالوها، شافوا قليلة. لاحظوا كيف الشيطان بيجي بيدخل أحيانا مداخل عجيبة جدا، يسري من ابن آدم أو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقال بعضهم لبعضهم عاد الطريق ما يعني ما يشجع على هذا، قالوا: أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهن ربطوا، الشيطان ربط مفهوم العبادة بإيش؟ بأنه هو لغفران الذنوب، وطالما ذنوبه مغفورة إذن إيش؟ لا، جاء النبي صحح لنا المفهوم: العبادة خشية الله عز وجل، فقدر على قدر خشيتك لله تكون عبادته، ولكن طريقها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وأخبر بما قالوا، أحدهم قال: أنا أصوم فلا أفطر، وفي رواية قال: لا أكل اللحم، والثاني قال: أقوم فلا أنام، والثاني والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء صحح المفهوم: إني أخشاكم لله، إذن أنا أعبدكم طالما أنا أخشى، لأن العبادة على قدر الخشية. فجاء وحرر له مفهوم العبادة. المفهوم العبادة ليس فقط في صلاة وصيام، لا، مفهوم العبادة عندما تجعل كل أعمالك منوطة بالتشريع، منضبطة بالتشريع، سواء كانت هذه دائرة ضمن دائرة المباح أو ضمن دائرة السنية أو ضمن دائرة الوجوب، أنا أقوم بها على وفق التشريع. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم كان منه تحذير شديد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ فمن رغب عن سنتي، هذه سنة المصطفى، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الذي أخذنا إلى هذا وصلنا إلى هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اجتالتهم الشياطين، يعني حرفتهم الشياطين عن الطريق المستقيم. أقول: وحسبي أن أضع بين أيديكم اليوم بعضا من تلك الأخلاق والقيم التي تحلى بها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وحضنا عليها من خلال سنته المشرفة، مما يكون دعامة قوية للبناء المرصوص. كما قلت هي ثلاثة دعائم أساسية، هذه الدعائم إذا غلفت بالحياة أنا لا أشك في أننا نصل إلى ما أراده الإسلام منا من تماسك اجتماعي وترابط وتراحم، بحيث كما قلت يصبح المجتمع عصيا على كل عدو له.
أما الأول فهو العدل الشامل، وهذا ما حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليتبناه أفراد المجتمع قاطبة في دقيق شؤون حياتهم وجليلها. هناك عندنا مشكلة في ثقافتنا العامة أيها الإخوة، وهي أننا عندما نتحدث عن مثل هذه القضايا ينصرف الذهن مباشرة إلى الدولة، إن العدل يعني العدل المطلوب فقط من الدولة، لا، العدل المطلوب من أصغر أبناء المجتمع إلى أعلى هرم المجتمع. وإذا أردنا مجتمعاً متماسكاً، أول دلالات المجتمع المتماسك هو أن تنصف الآخرين من نفسك، هذا العدل، أن تنصف الآخرين من نفسك، يعني إن كان عندك من خلل وخطأ ما في حق غيرك عليك أن تعترف به وأن تؤدي ما عليك من حق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقسم بين زوجاته رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني بمعنى أنه في الأمور التي يملكها، في الأمور الحسية التي يعني يمكن أن يتنافس فيها بين بعضهم البعض النساء فيها، النبي عليه الصلاة والسلام سوي مع بعضهم البعض. أما الميل القلبي فهذا لا يملكه إلا المولى سبحانه وتعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أن لا تشعر واحدة أنها تمتاز على صاحبتها بشيء زائد، فتتخيل أنه هذا، لأن هذا لو حصل بالنسبة لجناب النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة كبيرة لو أن الإنسان تصور مثل هذا التصور. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك من يعدل إن لم أعدل. إذن أنت بدك تشوف قمة العدالة من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مقصود لما نقول الركن الأول هو العدالة. نعم، كما بين عليه الصلاة والسلام أن العدل يجب تطبيقه بين الأولاد وبين الأصحاب، بل بين أفراد المجتمع كافة من غير استثناء، ولو كان على أحب الناس إلى قلبه وفلذة كبده. ألم يقل عليه أفضل الصلاة والتسليم: ويم الله لو أن فاطمة وحاشاها بنت محمد الحصان الرزان سرقت لقطعت يدها لو. نعم، وهذا وها هو صلى الله عليه وسلم يقف أمام أعظم جمع عرفه التاريخ، أو عرفناه في تاريخ السيرة النبوية في حجة الوداع، قائلا: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. إذن هم متساوون في أصل إنسانيتهم، وبالتالي ما من ميز واحد على واحد، وهذه التقوى عند الله عز وجل. أما في الحياة الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام كان في غاية العدل وفي غاية الإنصاف. طيب، الأمر الثاني أو الركن الثاني من أركان المجتمع أو من الأخلاق التي تؤسس للمجتمع المتماسك، الوفاء بالعهد. أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام كان قمة في ذلك. لقد حفلت السنة النبوية بالنصوص الدالة على هذه القيمة المطلقة، لما فيه من خير في تحقيق المصالح ونبذ الخلافات والمنازعات وحل المشكلات،
فقد حذرت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التهاون في الأخذ بهذا الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء ينصب، يوم القيامة يعرف به. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قد يأتي قائل فيقول بأنه قد ورد أن الحرب خدعة، هذا عندما تكون الحرب قائمة، أما وقتما يكون في معاهدات نلتزم بهذه المعاهدات. لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح، أو في الأحرى في صلح الحديبية، وهو فتح لأن الله سماه فتحا، في صلح الحديبية عندما جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو وهو يرصف في قيوده، والده حبسه في مكة وأهل مكة حبسوه لأنه أسلم، والده كان المفاوض، سهيل ابن عمرو كان المفاوض، ويا دوب لسه ما نشف الحبر تبع المفاوضات، ذاك نفذ من بين إيديهم وجاي من النبي عليه الصلاة والسلام عم يستنجد بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سبق السيف العذاب. طبعا معنى ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، هناك عقد وعهد كان بإمكانه يستثني، لكن مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني، وقال له: سيجعل الله لك ولأصحابك فرجا، حيعملكم الله سبحانه وتعالى سيهيئ لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. لكن التزم بالعهد ولسه يا دوب وقعوا على العهد، ربما يكون ما ندري إن كان تم التوقيع عليه ولا لسه. إذن قال: وفي حديث أبي رافع القبطي رضي الله عنه أنه قال: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو رافع كان على الكفر وبعثوا سفير للنبي عليه الصلاة والسلام في مفاوضات. قال: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال المسلمين وقع في قلبي الإسلام. فقلت، لاحظوا الآن صيغة الخطاب، ما لم يقل له يا محمد، وقع في قلب الإسلام وخلاص يعني. فقلت: يا رسول الله، نادى بالرسالة، قلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم. بعد شاف كيف عايشين المسلمين في مجتمعهم في المدينة المنورة، لا أرجع إليهم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، يعني السفراء، ارجع إليهم وامكث بينهم، هي امكث بينهم من عندي إدراج، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع، تروح ترجع لمكانك، تجلس في البيئة التي كنت تجلس فيها، فإن وجدت أنه ما عاد تستطيع تجلس في تلك البيئة وقلبك بقي متعلق عنا، بس أنت المهمة اللي جاي من أجلها يجب أن تتمها على وجهها، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. جاء ساعة العمى ففعل وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما. ثالثا، الرحمة. إذ أولت السنة المطهرة أهمية كبيرة لهذا الخلق النبيل، فالرحمة العامة مقصد من مقاصد الرسالة المحمدية. ونبدأ ننتبه الآن، سأتكلم عن مقاصد
رسالة ولا أتكلم عن مقاصد التشريع، مقاصد التشريع بحث آخر. اليوم من الأشياء التي جاءت تحض عليها وهي مقاصد الرسالة إيه؟ الرحمة، وذلك من خلال ما أظهره البيان الإلهي في دستوره الخالد بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد وصفت الآية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رحمة للعالمين، وقد اشتملت هذه الآية على ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنها مدح للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصفه بالرحمة، وهذا المدح يقتضي الشيء الآخر وهو مدح مرسله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أرسله بالرحمة. والأمر الثالث أن رسالته كانت مظهراً للرحمة عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مظهر رحمة الله تعالى للكافة، وبأنها رحمة الله تعالى بخلقه. وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة عليه الصلاة والسلام. وتفصيل ذلك يظهر في تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة، يعني هو مفطور فطرة عليها ما في تكلف رحمته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أيضا نجد تصاريف هذه الرحمة في كل شريعته صلى الله عليه وسلم. عندما نعود إلى مفردات الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ونتدبرها، نتدبر هذه المفردات، نجد أن هذه المفردات في حقيقتها هي رحمة للكافة، للمؤمن ولغير المؤمن، للمنافق وللكافر، للكبير وللصغير. لما ندقق في الأحكام التكليفية أو الأحكام التي جاءت بها الشريعة المحمدية على صاحبها أزكى الصلاة وأتم التسليم، ما الذي نلاحظه؟ نلاحظ أن هذه الأحكام التي جاءت فيها رحمة للكبير، فيها رحمة للصغير، فيها رحمة للرجل، وفيه رحمة للمرأة، فيها رحمة للمسلم، فيها رحمة للكافر. إذن رحمته صلى الله عليه وسلم ورسالته رحمة للكافة. طبعاً أيضاً ما هذا الخلق لما يتعشقه الإنسان ويعمل به وينظر إلى الآخرين بمنظار الرحمة ويأتي مع ويتوجه بمنظار التسامح، هذا يخلق المحبة في قلوب الآخرين. وإذا وأي مجتمع بده يقوم، أساس قوة المجتمع هي الترابط هذا الاجتماعي من خلال هذه المحبة، لكن المحبة لها هذه السبل التي نتكلم عنها من هذه الرحمة. نعم، فالله سبحانه وتعالى أرسله رحمة لجميع الأمم مؤمنهم وكافرهم، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على خلق الرحمة، وذلك لارتباطها الكبير بمجمل العلاقات الإنسانية الاجتماعية، ببعدها الأسري وبعدها الاقتصادي وبعدها السياسي. فلا يخلو أي تصرف إنساني عن هذا الخلق السامي. إذا أردت أن تمحى ذنوبه خلي قلبك رحيم، تخلق بخلق الرحمة، ارحم الكبير والصغير، ارحم المحسن والمسيء. وربما أحيانا عند بعض أهل
القلوب الرحمة بالمسيء عنده مقدمة على الرحمة بالمحسن، المحسن ناجي، لكن المسيء أنا لا أكون معوقاً له عن النجاة يوم القيامة. أأرى معوق مسلم عن ربه أو أن أسيء محمداً في أمته رضي الله عن إمامنا الشافعي؟ وقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله تعالى إنما ينالها من يرحم الخلق، وأن رحمته تعالى لا تنال إلا برحمة الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. وأنا يعني أقول بأن هذا الحديث هو الذي تعارف عليه أهل الحديث بأنه الحديث المسلسل بالأولية، فكأن هذا الحديث إنما يطرق سمع المتلقي، أول حديث يطرق سمع المتلقي لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليكون له منهاج حياة. بدك تنتفع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس انتفاعك بكثرة الرواية ولا بكثرة الحفظ، ولكن أن تنتفع بالعمل به. وأول حديث عم يطرق سمعك من شيوخك هو الراحمون يرحمهم الرحمن. معنى هذا اجعله منهاج حياتك، وهذا من التوجيه التربوي عند أهل الحديث. نعم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على خلق الرحمة في صور كثيرة يمكن أن يذكر منها الرحمة بالصغار والعطف عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه، وعنده الأقرع بن حارس التميمي جالساً. قال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً. فنظر إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. أيضاً من ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم المخالفين له. فعن محرز ابن قيس أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمر بشاة فذبحت، فقال لقيمه: هل أهديت لجارنا؟ وكان من أهل الكتاب. هل أهديت لجارنا شيئا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني هذه معاني حقيقة لما نفكر فيها ونطبقها في حياتنا يا أخوان، حقيقة لابد أن نصل إلى هذا المجتمع الذي نصبو إليه. ولما بننظر نلاقي الخلل فينا جاء من تقصيرنا في مثل هذه الأمور. طبعاً الكلام عن الرحمة بيستدعي الكلام عن التسامح، لأنه عادة الإنسان يعني بيتقل، إذا نحكيها بالعامية، قلبه بيتقل على الإنسان اللي بيسأله، وإذا شافه وقع في مأزق بيفرح. يعني الإنسان طبعاً إن لم يهذبه الإسلام بيفرح، ما بيرحمه. وفي عنا أمثلة شعبية كتير بهالمعنى بلالنا ياها. لكن أنا لما بتمكن في قلبي خلق الرحمة، فعند ذلك أي إنسان سيسيء لي أنا سأسامحه. لذلك كان من الأشياء اللي دائما شيوخنا
يأكدوا علينا فيها أن الإنسان في آخر يومه قبل أن يضع رأسه على وسادته لينام يتوجه إلى الله عز وجل بأن لا يبقي في قلبه غلاً لمؤمن، وأن يسامح كل إنسان قد أساء إليه. بعدين لما أنت بتفعل هذا، ربي سبحانه وتعالى كمان يلهم الآخرين بأنت أخطأت في حقه أن يسامحوك. هذه كما يقال تجارة مع الله عز وجل، وهذا له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أنه يوم القيامة يرفع قصر هيك لإنسان فيرى وهو في مواقف القيامة، يقول لي من هذا يا رب؟ إلا لمن يدفع ثمنه، لأنه من يستطيع دفع ثمنه. في حدا في مال يوم القيامة يدفع ثمن؟ قال له إيه، أنت تستطيع ذلك، أنت لك حق عند فلان، فإن سامحته فالقصر لك. قال له سامحته. إذن ربي سبحانه، أنت إذا بيكون قلبك نظيف على الآخرين ولو وقع منك إساءة، فربي بيتكفل، الله سبحانه وتعالى بيتكفل أن ينزع الغلة من قلب من أسأت إليه بكونك أنت لا تحمل غلا على إنسان، وتسامح كل إنسان وبترحم كل إنسان. ربك بيتكفل، ما بده وصايد تروح توسط فلان توسط علتان، أنا تبدأ صار معنا مشكلة مع فلان، قل له يسامحني، قل له كذا، شو بده، أنا جاهز معك بحاجة. لكن هذا شو شرطه؟ مثل ما أن شرطه أن يكون هو مبادر لمسامحة كل إنسان أخطأ في حقه، فربي بيلهم الآخر. إذن شغلت مسألة التسامح والتعصب عقول الكثيرين من أصحاب المنظمات حقوق الإنسان والمصلحون والمصلحين والدعاة والساسة، خاصة في المجتمعات البشرية المتعددة الطوائف والإثنيات أو التي لها خصوصيات دينية معينة أو عرقية أو قومية أو لغوية. الحقيقة التسامح له أثر فعال وواقعي ملموس، إذ يعد العمود الفقري أو الفقري لحقوق الإنسان، ومعرفته يظهر وبمعرفته يظهر ضده وهو التعصب. طبعا يراد به غلو المرء في اعتقاد الصحة بما يراه وإغراقه في استنكار ما يكون على ضد ذلك، حتى يحمله الإغراق والغلو على اقتياد الناس لرأيه بقوة. هي دليل عدم التسامح مع الآخرين طبعا، ومنعهم من إظهار ما يعتقدون ذهابا مع الهوى في ادعاء الكمال لنفسه وإثبات النقص لمخالفيه من سائر الخلق. يعني اللي بيدفع الإنسان لأن يرى نفسه أنه الناس مخطئة في حقه دائما، هو أن يرى نفسه أنه هو على الحق دائما ولا يرى نفسه مقصرا أبدا. فهذا بيدفعه، هدول ما عم يفهموني، أنا ما بسامحهم اللي ما فهموني صح. لا، بدك تسامح. نعم. بل هناك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الطبراني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان أو يشرف به البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. فقال: أن تحلم على عمن جهل عليك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وتقصر عمن ظلمك. لبعض أهل القلوب الكبار يرون لأمثال هؤلاء فضل عليهم. ليه؟ لأنه بصبرهم عليهم ارتقت درجاتهم وكثرت حسناتهم. لذلك ورد عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وهو من أئمة من كبار أئمة الحديث علماء الحديث، أنه كان يقول، طبعا بما معنى كلامه، كان يقول: لولا خشية أن يعصى الله عز وجل في الأرض
لتمنيت أن يغتابني جميع الناس. لما؟ قال كيف بالإنسان، يعني الإنسان لما يأتي يوم القيامة فيجد في صحفته الحسنة التي لم يعملها، ما بيفرح فيها؟ فهؤلاء باغتيابهم أنا بكسب حسنات فبزيد حسناتي. المنطق الإيماني لما نتعامل معه، صدقوني يا إخوان، نحسن منقول 99% من مشاكلنا بتنتهي لما نتعامل بمنطق إيماني، لما نتعامل بمنطق أن هذا الإنسان وإن أساء لك في حقيقة الحال قد أحسن إليك، حتجد ثمرة الإحسان يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. ما عاد في قلبك ضغينة على أحد. هذا إحنا اليوم مجتمعنا بحاجة له، مو بس مجتمعنا، كل المجتمعات الإنسانية بحاجة لهذا. طبعا الحديث له أيضا روايات أخرى، قال العلماء في شرحه أن تعطي من حرمك أي أن توده، يعني تتعامل معه بمودة، وليس بالضرورة أن يكون عندك مال تعطيه، لا، بس تجعل في قلبك مودة له. طبعا المودة شو تقضي؟ أن ترحمه، فتدعو الله عز وجل له أن يسلك سبيل الصلاح ويبتعد عما هو عليه من القطيعة، وأن تعفو عمن ظلمك، سواء ظلمك في نفسك أو في مالك أو في أي لون من ألوان الظلم. مجرد أنه قصر في حق لك هو ظلم، فأنت سامح. وتصل من قطعك، أي من ذوي قرابتك أو غيرهم. غيرهم شو يعني؟ يعني أنت اليوم صاحبه لفلان شاف منك شغلة، شفت منه شغلة ما كتير نسي اسمه، صار كل واحد بطريق. ليه؟ يجب أن لا يفسد للود قضية، الخلاف يجب أن لا يفسد للود قضية. نعم، طبعا هنا بننتبه لنقطة، لا يعني التسامح التخلي عن الدين الحق، ولا يعني التفريط أيضا بالدين، ولا التخلي عن حقوق الأفراد وخصوصياتهم، ولا يعني ذلك ذوبان شخصيتهم. طبعا هذا يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها، إنما ورد في السنة النبوية من دعوة إلى القيم الأخلاقية التي تقدم بعضها يتطابق تماما مع الفطرة الإنسانية السليمة. نعم، ويصلح لجميع البيئات والأزمنة، وإن الغاية منها إيصال الخير إلى جميع الناس وإسعادهم في الحياة وبعد الممات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل، وكما قلت في البداية، نحن لسنا بحاجة لكثير علم بقدر ما نحن بحاجة إلى كثير عمل، وهو الذي نفقده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. محمد نور القلب ضياء.